نرجع للمباراه فنيا تاني يا كريم. نعم. انت اهم نقاط الضعف والقوه اللي موجوده في نادي الهلال. طبعا نادي الهلال زي ما شفت بنتكلم على ماتش الذهاب ده، احنا ده المباراه نقدر نقول ان هم يعني نقيمها بادائهم قدامنا. الشوط الاول فريق مميز جدا 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 على مستوى الضغط، وطبعا اكيد احنا بنتكلم في مباراه اتلعبت في توقيت مختلف عن الميعاد اللي هيتعمل فيه مباراه ثانيه، وطبعا دي خلاص الساده المشاهدين بقوا طبعا عندهم يعني بقوا خبره في الحته دي. ماتش الساعه 3 العصر احنا فعلا بنعاني فيها ان ده مش مواعيد الماتشات بتاعتنا، والساعه 10 بالليل احنا بندي فيها بشكل افضل، ولكن مع وضع في الاعتبار دي مباراه جايه في الايام الاولى من شهر رمضان الكريم. وبالتالي انا في وجهه نظري نادي الهلال السوداني وجواو موتا هينزلوا بكره ضاغطين النادي الاهلي من اول. طبعا وجهه نظري الشخصيه مش هيتحفظوا، الراجل بكره ما عندوش ما يبكي عليه، هو عنده فرصه واحده هيلعب عليها، هينزل يضغط النادي الاهلي، وربما ربما يبقى عنده غرض انه يضغطنا زي ما المريخ عمل معانا كابتن اسلام. المريخ لما ضغط النادي الاهلي وقدر يمشي معاه المباراه هدف بهدف وصل. اتفضل. لا كمل كمل. وصلنا لدرجه ايه؟ ان احنا في الملعب ارتبكنا. احنا ارتبكنا. اول ما لقيت احنا كنا متقدم 2-0، المريخ رجع 2-2، مرينا ببعض الدقائق من الربكه في الملعب لغايه لما الحمد لله عمرو السراي وقفش عملوا الوان تو الرائع. يبدا ضاغط زي ما كريم بيقول، ولا ممكن يسيب موضوع الضغط ده للشوط الثاني؟ لا، يمكن هو ممكن يبدا ضاغط لسبب معين، ان عايز يخطف بدري يربك النادي الاهلي، لان هو برده لو لعب على المغامره بتاعه ان هو يسيب النادي الاهلي يلعب براحته، لا النادي الاهلي يبقى فرصه اكبر انه يسجل هدف والتاني، لان برضه هو اكيد شاف الاهلي لما لعب المريخ هنا في القاهره اول مباراه يعني يسجل هدفين، بعيد عن النادي الاهلي فقد تركيزه في بعض الوقت استقبل هدفين، ده المفروض مش هيبقى موجود بكره. أوكي. يعني المفروض النادي الاهلي هيبقى بيتدارك ده بشكل او باخر، فلا النهارده هو اعتقد ان الريسك بتاع ان هو يسيب النادي الاهلي ويحاول يستدرجه ان هو الماتش مثلا يفضل صفر مقفل عشان يخطف، اعتقد ده هيبقى صعب، فلا انا اتفق مع كريم انه هيضغط. واضيف على كلامك كمان حاجه ايمن، ان هم منذ ان الحكم هيطلق صفارته عامل الوقت ضد الهلال، ضد الهلال كل دقيقه بتمر هو بيخسر، هو بيخسر هو ما بيكسبش. كل دقيقه في الماتش بتمر منذ ان الحكم اطلق صافرته الوقت مع النادي الاهلي، هو ده بيلعب ضد الوقت. فبالتالي انا في وجهه نظري هو قاعد دلوقتي في المحاضره بتاعته اضيع وقت ليه؟ انا استغل كل دقيقه في المباراه والعب كده اسلام فيها مخاطره، هي فيها مخاطره، هي فيها مخاطره. السؤال امتى هتاجل المخاطره ولا تبدرها؟ لا ابدرها. ليه ابدرها؟ لان انا فعلا محتاج اضغط النادي الاهلي واحطه هو تحت الضغط. النادي الاهلي ربما هو يقول يعني في وجهه نظره لما احط النادي الاهلي تحت الضغط بده تفتح اكتر بالظبط. فبالتالي انا في وجهه نظري جواو موتا هينزل هيكرر ال 45 دقيقه الاولى اللي لعبوها معانا، انا كنت بتفرج عليها النهارده، عملوا جيم هجومي كويس جدا. عملوا ستريتشنج للملعب فظيع بصراحه، ولياقته البدنيه كويسه، الفريق ده لياقته البدنيه ممتازه. وبالليل في ملعب استاد الاهلي والسلام الامور احسن مختلفه. طبعا 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 النقط دي مهمه جدا. طيب السؤال هنا بقى يا كابتن اسلام، احنا لو هم عملوا كده احنا نعمل ايه؟ احنا في ماتش السوداني يعني لعبنا على مرتدات. حتى في كوره كان مطلوب من طاهر محمد، كان الماتش ده بداناه بطاهر على اليمين، محمد شريف مهاجم، واحمد عبد القادر كان هو الجناح والعدم ثلاثه في خط الوسط، وكان محمد شريف ومحمد وطاهر محمد طاهر عندهم تعليمات بالضغط على نادي الهلال، هو بيبني الهجمه بتاعته. بالفعل احنا خطفنا الكره وعملنا كام هجمه مرتده في الاول بس ما جابتش نتيجه، ما كملتش بتكمل للاخر بالظبط. انا مش عايز نعمل هجمه مرتده ضد الهلال، زي ما حضرتك تفضلت وقلت لازم ننزل بكره اللعيبه العقليه بتاعتها، احنا ما عندناش غير فرصه واحده اكسب اكسب المباراه بس. ليه؟ بس لما تحط ده التارجت بتاعك حتى ايفن لو اقل تقدير التعادل جه اوكي انت مبسوط انت في امان، لكن ما تلعبش ان انا انزل متحفظ واسيب الهلال واقول لا 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 لا، انزل لعبه جيم مان تو مان فيس تو فيس زي بالظبط كنا بنطلب بيه كيروش لما راح السنغال، اعمل زي ما عملت في القاهره ما تتحفظ. ليه؟ لان انت في كده او كده 90 دقيقه فيها فتره مخاطره، انا في وجهه نظري اخاطر في الاول بدل ما اجل المخاطره والوقت يروح مني في نهايه المباراه. اهم نقاط الضعف بقى في الهلال. الهلال دفاعيا عنده مشاكل دايما في الوقفات بتاعت اللعيبه بتاعته. أوكي. خصوصا لو قدرنا نستغل الحته بتاعت الكرات الثابته دي، فرق السودان دفاعيا بيبقى دايما عندهم فيها مشاكل. لو نفتكر يعني المريخ اعتقد النسخه الاخيره قدرنا هناك لما تعادلنا كان جم منهم من كره ثابته ياسر ابراهيم اعتقد حاجه زي كده، هم دايما عندهم مشاكل في الوقفات الدفاعيه. فلو قدرنا ان احنا النهارده
نسجل هدف مبكر، فالنهارده كمان انت بتضغطه بشكل اكبر ان هو يفتح خطوطه عشان خاطر هو عايز يعوض ومش عايز يلعب على الفرصه اللي هي بتاعه المكسب بس. أوكي. فالنهارده انت تقدر تضرب خطوط دفاعيه بسهوله، هم ده اضاء يعني فرق المريخ كمان، واللي هي مشاكلهم دايما دفاعيه في كل المباريات تقريبا اللي لعبوها بيخش فيهم اهداف، يعني سواء اللي على ارضهم او بره ارضهم. في الادوار التمهيديه اعتقد الهلال ما كانش بيكسب بره ارضه، يعني كان بيخسر حتى مع انديه مستوياتها اقل شويه، كان بيخسر بره ارضه وكان بيخش فيه اهداف على طول. فهم عندهم دايما مشاكل في الحته الدفاعيه، فلو قدرنا النهارده تحركات محمد شريف، يعني مفترض محمد شريف فريش، احمد عبد القادر فريش، لو الناحيه الثانيه هيبقى فيه طاهر او بيرسي او حسين الشحات، اي حد فيهم هو فريش، قفشة نفسه مع المنتخب ما لعبش الماتشين ففريش، فاحنا الجانب الهجومي عندنا كل الناس اللي فيه فريش، ويعني هو ده مش اهم، لكن هو بيني وبينك لازم كله اهم. لا يعني اقصد ان هم الحركه بتاعتهم يعني مش جايين مجهدين. أيوة. السرعات المفروض ما يبقاش فيها مشكله، جايين من اجازه، خدوا اجازه واتمرنوا اسبوع فجاهزين بدنيا. علينا وعليهم يا كابتن، خلي بالك الاجازه علينا وعليهم. اخر مباراه للهلال السوداني كانت يوم 17 مارس، احنا اخر مباراه لينا كانت يوم 18 مارس، فده معناه ايه؟ احنا الاثنين مريحين اسبوعين بالظبط. هنا دي نقطه، خلي بالك نقطه سلاح ذو حدين بكل امانه. الاجازه الطويله سلاح ذو حدين، ساعات للفرق اللي هي انهكت بدنيا في مباريات كتير زي الاهلي، ربما يبقى تبقى ميزه، ميزه اللعيبه فيها عايز تشم نفسها، لانه خلي بالك انت كل او معظم اللعيبه اللي بتلعب في النادي الاهلي معظمها بيلعب في منتخب مصر. صح، بس خلي بالك من حاجه، الهلال السوداني في الاسبوعين دول عمل مباراه وديه أوكي. هناك في السودان اتأجل له ماتشين في الدوري ولعب مباراه وديه واحده. النادي الاهلي فضل، الجهاز الفني فضل ان هو يدي 8 ايام اجازه راحه. ايوه، ما هو ليه؟ نعم، عارف ليه؟ مفيش لعيبه، غير ان مفيش لعيبه. أيوة. ان اللعيبه اللي موجوده اللي هتيجي هتبقى لعبت مع المنتخب. أيوة. هو مين اللي لعب مع المنتخب؟ معظم الناوي طبعا طبعا، عمرو سوليه، عبد فتحي، ايمن اشرف، مين تاني؟ عبد المنعم لعب، محمد عبد المنعم اصابته بس قبل الاصابه. نعم. يعني هو مش هيلعب بكره. نعم. وبالتالي ياسر ابراهيم، وياسر ابراهيم طبعا. فانت بالتالي انت الست لعيبه دول لو موجود، وعلي يعني معلول في تونس، وعلي معلول في تونس، وديانج، لا وديانج كمان في غفرش ليه، ما هو ده لا يعني ما هو نفس الكلام اساسي اعتقد، لا ما كانش اساسي. فحتى لا بس الضغط نفسيا، انا بلعب باسم بلدي وبتاع، يعني قفشه حتى انا بشوف ان قفشه هيبقى مضغوط، لانه او كان مضغوط مش بدنيا ولكن نفسيا على الاقل. وبالتالي انت لما ادي 8 لعيبه او 9 لعيبه، 9 اعتقد هيكون لهم دور في الملعب. انا بس كنت عايز ادي مثال للكلام اللي قاله ايمن في نقطه مهمه. نفتكر ماتش الاهلي والهلال يا كابتن اسلام بتاع 1-1 ايام ريني فايلر لما لعبناهم في ام درمان في الجوله الاخيره، وكان برضو نفس السيناريو، الهلال كان محتاج يكسب والنادي الاهلي كان كان هناك، هو الماتش كان فيه مشاكل يعني في التحكيم، مش التحكيم، الامن في نهايه المباراه. نعم. ساعتها فايلر عمل حركه حلوه قوي بدايه المباراه، قال لهم انا مش جاي اتعادل، انا جاي اكسب هنا. الشوط عملنا الشوط الاول حتى قبل الهدف، احنا الهدف جه بدايه الشوط الثاني، كان في هجمه لايمن اشرف ده الشوط الاول ده الشوط الاول كان وان سايد جيم للنادي الاهلي تماما، والنادي الهلال ما عملش ولا هجمه، النادي الهلال ما فاقش هجوميه في المباراه دي الا بعد الدقيقه 65.